السلام عليكم مشجعي اخي، انا شفت فهد المباشر من العاصمه الرباط. كما كنعرفوا الجاليه المغربيه اللي عاقين في بلاد المغرب عندهم مشاكل، واللي حتى الان مازال مبغوش يتحلوا معاهم المشكل ديالهم. كاين اللي مخلي وليداتو تما، كاين اللي مخلي عائلته، ودابا تقريبا هما من شهر ثلاثه هما هنا، وحتى الفلوس ما بقاوش عندهم، السيوله الماديه ما بقاش عندهم. وكنتمنى يعني من السفاره ومن المسؤولين يتدخلوا في القريب العاجل، لان هاد الناس راه عاقين وخاصهم يمشوا في حالهم. السلام عليكم لجميع الجاليه، وكنشكروا الصحافه، وكنشكروا جميع يعني الجاليه اللي حضروا هنايا. اول حاجه باش حتى شي واحد ما يزايد عليا، انا مواطن مغربي، الرايه مغربيه، وديما غنبقى مغربي، وديما دمي مغربي. اول حاجه كاينه مشاكل كثيره عندنا، ولا شي مسؤول مغربي او مسؤول اوروبي يعني خرج باش يعطينا، لا مسؤول ايطالي ولا مسؤول كيما كل واحد على حساب البلد ديالو. بالنسبه غايقول لنا الظرفيه ديال الصحيه، حنا احترمنا يعني الحجر الصحي 4 شهور 5 شهور، كاين اللي عنده عام، كل واحد شنو عنده. المشاكل كثيره، كاين اللي النص يعني ولاده على برا، والنص هنايا لداخل، نص لداخل، يعني مشاكلنا كثيره. كنمشيو عندهم كيقول تسجلوا في وزاره الخارجيه، كنتسجلوا في وزاره الخارجيه، كنتسجلوا في القنصليه، كنتسجلوا في بزاف ديال المكاتب، ما كاين حتى شي حاجه. هاد الناس يعني كيكذبوا علينا، دايرين بحال الكوره، كل واحد كيرسلنا على الاخر. حنا بغينا مسؤولين ديالنا مغاربه يعني عطونا الحلول. شنو هي الحلول ديالنا؟ شنو هي الحلول؟ بغينا حل. انا ما باغيش سير تلحفظ، ما بقى عندي حتى ريال، يعني بحالي بحال جميع المواطنين وجميع المهاجرين، يعني ما بقى عندنا لا فلوس لا حتى شي حاجه. كاينين يعني اولاد عندنا على برا، نص لداخل، نص على برا، كل واحد ومشكله ديالو، مشكله كبيره وعويصه. بغينا مسؤول مغربي يخرج ويعطيني يصرح لينا من حقي كمواطن مغربي، يعني صرح ويقولنا. ولينا كنقولوا يعني حشومه الشيء اللي طارينا حشومه، ولينا كنقولوا اخر حاجه يعني ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. يعني بلادك وليتي كراهه ما يمكنش، يعني عطونا حلول. اشنا هو الحل؟ وسيدي السلام عليكم. المشكل اخويا هو حنا، انا جابتني غير واحد الدري، عندي واحد الدري تزاد مع واحد بركه ديال الفلوس قضاو ليا، ودابا كنطلب المسؤولين يحلونا يديروا لنا شي طياره ولا باطو غنمشيو بحالنا عند وليداتنا. الله يرحم والديك. الله يرحم. السلام عليكم سيدي. حنا سيدي 4 شهور حنا مروحين دابا، ولا غير الاوراق ولا ما كاينش شي حاجه. تسجلنا في وزاره الخارجيه، تسجلنا في هنايا، صيفطنا ليمايلات، صيفطنا الكرانديناري ديال هادشي على حساب السفر، حتى شي حاجه ما كاينه. يعني خاصنا ضروري حل. دابا حنا قلنا تقيدوا كلكم، جمعوا الاوراق، خرج عندنا طالياني الله يجازيه بخير، جمعوا الوريقات واجيو ونشوفوا شنو غادي نديروا معاكم. دابا حنا كنتقيدوا، كل واحد شاد جروب فيه 4 مثلا 20 ولا 30 ديال الناس، كنتقيدوا غنعطيهم الوريقات. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. السلام عليكم. السلام عليكم. حنا عام واش حنا حاصلين هنا؟ حنا تنبيعو شي في طليان عاد الله يستخسر. خلصوا كموني والله العظيم كنتمنى بعدا الشفاء صاحب الجلاله، وهو اللي انا ما كنعتبر حتى شي واحد. لا عييت ما نهضر، هضر معاه، هضر معاه، ما كاينش اللي تسوق لك شي ضربات. واحد المره دابت ضربات كبيره، انا بكيت كاع. حشومه شنو؟ حنا بلادنا بلادنا عباد الله، بلادنا معانا، حنا صحاب ديالنا. مرحبا بكم، جيو مرحبا بكم. وحنا ما تيتعاونوش معانا، ملي كيكونوا حنا صحاب الطاليان تيحقروا علينا، ما تيتعاونوناش، ما تيشجعوناش. حنا على من عاد من غنمشيو عاد من غنهضروا. السلام عليكم خو. حنا 27 عام وحنا في ايطاليا، واول مره لقينا الكره في هذه البلاد، وحنا كل عام كنجيو هنا مستقل، نشوفوا والدينا ونشوفوا بلادنا،
لان بلادنا بلاد الخير كنقولوا، وتماك في ايطاليا الحمد لله ما خاصنا حتى خير، ولكن بلادنا حنا عز لينا من اي حاجه، حنا مستعدين نعطوه الدم، ولكن كيجيبونا حتى لهذه اللحظه هذه وكيخليونا، راه عيب وعار، عيب وعار. حنا من حقنا لان عندنا وليداتنا لهي، عندنا والدينا هنا، حنا تفرقنا على جوج جوي، راه حنا من شهر 10 حنا هنايا، الريال ما بقاش كيدور في الجيب، سالينا الله يجعل البركه. عاش المريض، عاش سيدنا، عاش المريض، عاش المريض، عاش المريض، عاش المريض، زين خلي خدمتنا وخلينا وليداتنا اللي في المغرب في الطاليان، خلينا الوليدات تاعنا وخلينا عيالاتنا ووالدينا كبار، وعندنا وليدات، انا عندي 6 ولاد لي، عندي 3 تويميين، شكون اللي غادي يراعي ليهم؟ عندي المراه مريضه، عندي 3 توامه، شكون اللي غادي يقابل لي 3 توامه ولادي اللي هي عندي 6 ولاد، 6 قاصرين. هذا الشيء ماشي معقول، خاص يديروا معنا شي حاجه، خاص يديروا معنا شي حاجه، خاص هما الايطاليين ما داروا معنا شي حاجه، خاص يديروا معنا شي حاجه مع الناس، خاص يوفروا لهم رحلات بحريه ولا جويه، فهمتي؟ خاص يديروا شي حاجه، الناس غيضيعوا الخدمه ديالهم، غيضيعوا ولادهم. عاش الملك، خاص يديروا شي حاجه، الله يحفظ الوالدين، خاص يديروا شي حاجه.